صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. نبدأ بها الأسبوع مع الدكتور عبد الهادي القاسمي، واللي غادي نتكلموا من خلالها اليوم عن أهمية النوم في حياة وليداتنا، أهميته في تطورهم سواء الجسمي أو العقلي. غادي نتكلموا طبعا على هذا الموضوع كيف ما سبق وذكرت مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور. صباح النور عزيزة، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. نستي مزيان؟ ضروري. فغادي نتكلموا اليوم على النعاس، النوم والأهمية ديالو في حياة وليداتنا. هي مسألة ربما ما كنردوش ليها البال، وإنما الوليدات خصهم واحد الوقت معين للنوم باش ممكن داك التطور ديالهم يكون تطور عادي، يعني حتى التطور ديال الذات ديالهم تواكب تطور ديال العقل ديالهم، ياك؟ منين الوليدات تيكون عندهم هذاك تيكون عندهم اضطراب في النمو في النوم، حتى الآباء تينزعجوا، ماشي غير همايا، مي الآباء أيضا كينزعجوا، ما كيبقاش عندهم حتى هما واحد النوم اللي هو يعني مقاد. شنو اللي كيخلي الوليدات هكذا في بعض الاحيان يكون عندهم اضطراب في النوم؟ استاذ عبد الهادي، اول شيء خصنا نعرفوا بان النوم عنده وظيفه ديالو، وظيفته في النمو ديال الطفل، النمو ماشي فقط النمو الانتليكتويل، يعني النمو ديال العقل ديالو، بل كذلك حتى في النمو العاطفي والنمو النفسي. في المرحله ديال النوم تماك فين كان فين كيكون اعاده التركيب ديال جميع الاشياء اللي مر منها الطفل خلال اليوم. يعني كنسميوها اون بيريود دو ستركتوراسيون. في النوم فين فين الذاكره ديالو كتقوى، فين المعلومات اللي خداها مثلا في المدرسه او في الحياه ديالو اليوميه كتاخذ بلاصتها، فين مجموعه ديال الاشياء اللي قام بها خلال اليوم فين كتاخذ بلاصتها في هذاك النوم. وبالتالي فقد ما عطينا لذاك الطفل عطيناه نوم يعني كافي ولا وحتى الجوده ديالو كافيه، ماشي فقط نوم اللي هو كاين المده، ولكن في وسط المده حنا اللي كنخلقوا ليه الاضطراب. لا، كيخص الجوده تكون كافيه. اللي كيوقع وهو ان بعض الوليدات الاباء والامهات عارفين هذه المساله هذه وبغاو يوفروا لهم واحد الجو ملائم للنوم. ولكن كنلقاو بعض الوليدات اللي عندهم مشكل في النوم، يعني كاين اضطراب، ما تينعسوش بكري ولا تيفيقوا في الليل. وهنا غادي نفرق بين شنو هو اللي اضطراب وشنو هو اللي ماشي اضطراب. الى لقينا مثلا واحد الطفل اللي مره كيفيق معطل، ماشي دائما ولكن مره كيفيق معطل، كنلقاوه مثلا بانه كضربوا الفيقه في واحد المره ولا جوج في الليل وكيرجع ينعس. هذا ماشي اضطراب في النوم، هذا عادي. لو نوريسون مثلا، هذاك الرضيع اللي كيكون اللي خاصه اللي كيرضع من الثدي ديال الام ديالو 5 شهور 6 شهور ضروري كيفيق بالليل. كاينين بعض الاشياء اللي هي عاديه اللي حنا ما كنردوش ليها البال، بحال مثلا هذاك الرضيع اللي ما عطيناش واحد الاكل في الوقت ديالو، عطيناه مأخر ولا عطيناه سبقناه ليه، ما عطيناهش واحد الحراره ديال الاكل ديالو، ما كانش حراره جيده، حراره الاكل ديالو ما كانش جيده. او مثلا ان ملي كي الدور ديال الاكل يعني هاك الحراره ديالو راهي الا كان حنا كنعرفوا ان الاكل مثلا في حد ذاته هو اللي ممكن يخلق ارق عند الوليدات، ولكن الحراره ديالو هذاك الاكل اللي ما كيتعطاش في الوقت ديالو ممكن انه يخلق ارق. ولكن كذلك الاكل اللي ما كانش في واحد لا تمبيراتور اللي هي محدده ومزيانه كيحصل الام في البطن ديال الطفل. اللي كيقدروا انهم يفيقوه بالليل. كاينه مساله اخرى، الطفل ملي كيوصل 12 شهر كيبدا كيتعلم المشي، فهاد الانتقال من 4 على 2 الرجلين فهو كيخلق، كيبقى النهار كامل كيبقى الليل كامل وكيحس براسو بانه دايخ. وبالتالي في كيقدر يفيق بالليل. هادو كلهم اشياء. بالاضافه كذلك السنان كينوضوا ولا انه ضر، يعني عنده حمى ولا عنده بعض المرات راه كيفيق الطفل بالليل وكيبقى عينيه محلولين، يعني ما كيغوت ما والو، بعض المرات كيكون اجيتي. الا كانوا هادو هما الاسباب اللي ذكرت سابقا فهي اسباب عاديه. يعني ممكن اننا غير فقط نوفروا الشيء اللي خصنا نوفروه. الا كان مريض خصنا نديوه لعند الطبيب، الا كان فيه الجوع كيخصنا نوكلوه الى غير ذلك، فكيزول هذا الاضطراب. فامتى كنبداو نلاحظوا فعلا بان كاين هناك اضطراب في النوم؟ فملي اولا كيتكرر، ثانيا كنلاحظوا بان ماشي فقط عدد الساعات اللي كتقل، وانما حتى الافعال اللي كيقوم بها النائم داخل الفتره ديال النوم. بحال مثلا كنلقاوه مثلا كيتكلم داخل النوم، ودائما هذا كنعرفوا بان ما عندوش جوده ديال النوم اللي هي مزيانه. كنلقاوه مثلا بحال هذاك اللي كيفيق وكيهضر معاك، يعني كيحل عينه كيهضر معاك، والصباح سي لاميزي ما كينسى هذاك الشيء اللي دار، ما كيبقاش عاقل. هذا ماشي اضطراب يعني ماشي مرضي؟ لا، هذا اضطراب
اللي ربما ملي كنرجعوا للاسباب ديالو كنقدروا نلقاو بان اما سي كنلقاو بان هذه المساله حدثت بعد واحد الصدمه عند تروماتيزم ولا مثلا كان غير شجار بين الاب والام داخل البيت فكيؤدي الى اثر فيه عاطفيا فكيقدر انه كيشوف هذا الشيء بالليل وبالتالي كيحصلوا ليه دي كوشمار. وانا ثاني كنفرق بين جوج الحوايج، لو كوشمار اللي كيجي الكوابيس الكابوس اللي كيجي الاحلام المزعجه اللي كتجي لواحد الطفل ممكن كتبدا كيكون على 6 سنين 7 سنين حتى 12 عام كتبقى تجي هذه الكوابيس حتى الانسان الرشيد كذلك كتجيه في الليل. فملي كيفيق هذا الطفل هذا وكنقدر انني نطمئنه بواحد السهوله وكيطمئن كيرجع لذاك الروع ديالو كيرجع ينعس الامان كيرجع فالمساله عاديه جدا. ولكن ملي كنلقاه مثلا بانه اونغواسي بانه مخلوع وبانه ربما العرق كيتسبب من الجبين ديالو وربما حتى كيؤدي بذلك الى التبول في الفراش هنا كنعرف بان راه الامور اعمق فممكن انني نمشي عند ان بيدوبسيكولوج اللي هو غادي يقدر انه يشوف لي الوليد باش يعرفوا مالو. نعم، نبغي نعرف معك سي عبد الهادي يعني التاثير ديال هاد الاضطرابات ديال النوم على المردوديه مثلا المدرسيه ديال الاطفال. حنا تنعرفوا اهميه المدرسه واهميه يعني هاد التعليم عند وليداتنا وعند الاباء ديالهم. التاثير ديال هاد اضطرابات النوم على الوليدات. بعد ما ناخذ المكالمه من عند سميره من الدار البيضاء. الو، عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا سميره، لاباس، الله يبارك فيك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. مرحبا لالا. الو، يمكن نكلم الدكتور؟ اي تفضلي، ها هو كيسمع لك. لالا تفضلي. الله يجازيك يا دكتور. عندي ولد عنده 10 سنين اللي تيرجع من المدرسه تيرجع عيان تينعس ما تيبغيش تنحاول ما امكن نخليه تينعس حتى الليل حتى ديك الساعه صافي تينعس ديك الساعه بالليل تيبقى سهران حتى لديك الوحده ونص الجوج عاد ينعس. نعم. والصباح تنسكتو في العصر النواض من طبيعه الحال ما تيبغيش وسبحان الله في الوقت ديال الحب ولا العطله تلقاه معس مع فايق. نعم. واخا معس مع الطب. قولي لي يا لالا، هذا الوليد كيخاف من لي دوفوار ما كيبغيش يدير لي دوفوار ديالو؟ اييه تيخاف. سي نورمال. لان عنده مقرون. شوف شوف يا لالا، غادي ترجعي فقط للطريقه ديال التصرف ديالك مع هذا الوليد. واش كتقرني ليه المحبه ديالك بالمدرسه وبلو دوفوار وبالمردوديه الدراسيه ولا رخفيتي راك رخف عليه شويه في هذا الجانب هذا؟ لا، راه هذا الشيء علاش لالا هو كيدافع على نفسه بهذيك الطريقه. حنا شفنا في حلقات اخرى بان من بين الامور الدفاع ديال الطفل انه كينسى هذا. لا، هذا كينعس. اذا هادو كنسميهم لي ميكانيزم دو ديفونس. هذا الوليد هذا فقط كيمشي عيان بالصحراء، ماشي كيكذب علينا ولا لانه غير كيتظاهر. لا، بصح نيت الجسم ديالو كيفرز هذاك العياء باش كيمشي ينعس باش كيهرب من هذيك اللحظه اللي انت كتقولي اجي دير لي دوفوار ديالك. فلداء والسبب يعني الدليل هو انه في السبت والحد يعني ملي كتكون عطل فما كينعسش، كيفيق بكري وما كينعسش مع الخمسه وكيبقى كينعس في الوقت. فالله يخليك، نبداو معاه دابور النوم، نبداو معاه نحيدوا لي دوفوار بور لانستون. 10 سنين تبارك الله الوليد راه في الخامس في سي 5. نعم الخامس. نشوف هذه الامور هذه مع نتواصل مع المدرسه نشوف معاهم هذا الحل هذا. نقول لهم اودي انا بور لانستون اهم شيء عندي وهو النوم ديال هذا الوليد هذا، يعني نرجعوا للحاله ديال النوم الطبيعيه. ومن بعد راه عاد غادي نحاول انني نرترابي ليه، ندير معاه واحد الاستدراك ديال الامور الدراسيه اللي فاتوا. ولكن دابور اول شيء بعدا هو النوم، عاد من بعد نديروا استدراك. ما نبقاش نكثر عليه، تنخف عليه شويه. حاولي انك تديريهم معاه في الويكاند السبت والحد. السبت والحد ملي ما يكونش فعلا نخليه حتى يولف انه ما يبقاش ينعس مع السته، يولي ينعس حتى للتسعود وحتى للعشره. ديك الساعه نقدروا نرجعوا ليه لهذه المساله ديال لي دوفوار اليوميه او الواجب المنزلي اليومي، نقدروا نرجعوها من بعد. ولكن خاصنا لالا ضروري نقدوا هذه المساله ديال النوم، لان كنا كنتكلموا قبل من المكالمه على اهميه النوم بالنسبه للمردوديه الدراسيه. لان الطفل اللي ما كياكلش مزيان وما كينعسش مزيان فملي كيمشي للمدرسه ديالو ما عندوش الطاقه. لان لالا خصنا نعرفوا راه اكراه كبير عند الطفل. شفتي الطفل ملي كيمشي للمدرسه ملي كيبغي يقرا
راه كيخصو طاقه. هذيك الطاقه منين غادي يجيبها؟ من النعاس، ثلاثه الحوايج، من الاكل والنوم، وكيجيبها من 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 هو تا هو راه كيعطي الطاقه. لا موتيفاسيون ديالو، ربما كتعجبو اشياء كتعجبو لا ماتريس، كيعجبو الاستاذ، الماده، الجو ديال المدرسه، المحبه ديال الوالدين. نعم، المحبه ديال الوالدين. هذا الجو ديال المدرسه والماده وهذا الشيء كله كيعطي تحفيز. نعم، ولكن الا ما كانش كيعيش في واحد الامان واطمئنان مع الوالدين ديالو، فاكيد الطاقه ديالو كتنقص. نعم، وهاد الاطفال هادو ربما كتكون عندهم غالبه لا موتيفاسيون، ديك الدافعيه والتحفيز ديالهم كيكون كبير. نعم، كتكون الطاقه ديال الاكل وديال النوم كتكون كبيره، ولكن الا ما كانش واحد المحبه كبيره فكيوصل للسي 5 والسي 6 وكيطفى، كيبقاش يقدر مازال انه يتابع الدراسه ديالو. نعم، هنا فين كنتكلموا على لي سوفلومون سكولير، كنتكلموا على داك الخمول العياء والعياء. نعم، والخمول الدراسي. كيف ما سمعنا مع السيده سميره، عدد هكذا كبير من الاطفال يعني كيضطربوا في النوم. حنا كتلخيص مثلا بالنسبه للسيده سميره، حنا شفنا عطيتها الحلول، ربما كالحل الاول واللي كنتمنى ان الاباء يكونوا انتبهوا ليه هو المحبه، ما نقرنوش يعني المردوديه الدراسيه ديالهم. اكيد كيفاش غادي نقولها، بلا فيغتي ديالنا بهم هما، ياك يعني اننا تنكونوا فخورين بهم. هادشي اللي كاين دابا، راه حتى الوالدين راه ما كيديروهاش. هي مسؤوليه على الوليدات السي عبد الهادي، مسؤوليه على عاتقهم، انه خص الاب ديالي ديما يكون فخور بيا، ولا خصو لا من طبيعه الحال. هي دابا حتى الوالدين ما كنلوموهمش، غير كنقول لهم ردوا بالكم، راه المساله هذه. نعم، راه غادي تاديهم مع المده. نعم، حتى هما ما كنلوموهمش انهم كيديروا هذه المساله ديال انهم باغيين وليداتهم دائما يكونوا في القمه، دائما يجيبوا اعلى النقاط. نعم، ولكن كنقولوا لهم بان راه ماشي هذاك هو الاهم. الاهم هو انه يمشي للمدرسه ويتلقن معلومات، جا للدار واستطعت انني نناقش معاه هذيك المعلومات ونتحاور معاه ونحاول ندخلها ليه في الحوار ديالي مزيان. نعم، ما استطعتش لانه كان كيتصاب بعيا، ولا كان ما كاين النوم ديالو كيكون اما ثقيل ولا خفيف بزاف ولا هذا. فنخليه حتى يدير هذاك الشيء مع اصحابه. نعم، مع الاقران ديالو كيجيو. شوف الوليدات راه غير كيجيو ولاد عمهم ولا ولاد خالتهم ولا هذا، كيبداو احنا قرينا هذه، احنا درنا هذه، كنبقاو احنا غير كنشوفوا. نعم، كنقولوا هذا الشيء كله عارفوا، ما عمره هضر لي عليه. نعم، الوغ شنو هي الاثار كيف ما قلنا، يعني تاثيرات هكذا الجانبيه ديال هذا اضطراب النوم على القرايه ديال الوليدات؟ كيفاش تيولي الوليد يتعامل مع الدراسه الا ما كانش كينعس مزيان؟ الا ما كانش كينعس مزيان ممكن انه تطور عنده هذاك الضعف في التركيز، هذوك لي تروبل دو ديفيسيونس داتونسيون. نعم، راه ممكن انهم كيجيو بواحد، ولكن ماشي المرضي، ماشي. نعم، المرضي اللي هما هذوك اللي كنسميهم لي تي دي ا افيك ايبر اكتيفيتي او نو. نعم، هذيك الاضطرابات الاخرى، ولكن كنتكلموا على اضطراب في التركيز. حتى لا كونسيني من عند لا ميتريس ما كيبقاش يسمع مزيان. نعم، كيولي عنده بارفوا، كيولي عنده حتى دي هذوك لي زاليوسيناسيون اللي كنسميو دوك الهلوسات. نعم، هلوسات. كيولي كيتكلم صحابو كيشوفوه بانه كيتكلم بوحدو، الوغ كو هو فقط ما ناعسش مزيان. كيولي مثلا بعض الاشياء اللي كتوقع ان داخل الفصل، كيولي مثلا انه يقدر يوقف ويهز الكارطابل ديالو ويبدا خارج. نعم، على شيء انه ما بقاش كيتحكم في بعض الاشياء اللي هي في الذات ديالو، اللي كان ممكن انها تكون سليمه جدا. نعم، لو انه. نعم، كان كينعس مزيان. حلول هكذا سريعه اول حاجه نبداو المشاهدين. اول شيء نبداو نديرو ان بون ريتوال ديال النعاس، نديرو واحد العادات جميله ديال النعاس. مثلا عطينا هكذا يعني حلول عمليه. نعم، حلول عمليه. كنتكلم على الاطفال اللي هما قبل من 11 عام، لان ملي كنوصلوا 11 عام خليهم ينعسوا. وجهوهم والله يخليكم، ما تفرضوش عليهم، لان راه بدينا في لادوليسونس ديك الساعه. نعم، وغادي ممكن اننا ندوزوا لحوايج اخرين. اما قبل من 11 سنه فالاطفال ديالنا نحاولوا ندفعوهم يمشيو ينعسوا قبل من وقت النوم بنصف ساعه، لانه ملي كيمشي للفراش ديالو خصني ندير ليه واحد 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 الضوء اللي هو ملائم. لا في الشده ديالو ولا في الطبيعه ديالو، واش نتجنبوا اللون الابيض. اللون الابيض راه ما كيحيي الناس. الضوء الابيض. نعم، هل كيعطي بحال النهار؟ لا، لان الضوء الابيض شنو فيه؟ فيه طاقه كبيره. نعم، لان فيه جميع الالوان، الاخضر والاحمر والاصفر، ملي كنخلطهم كيعطينا الضوء الابيض. نعم، وبالتالي فكيعطينا واحد الطاقه كبيره كتزعج هذاك الطفل، ما كتخليهش ينعس. نعم، نحاولوا اننا نستعملوا الوسيله ديال السمع ديالو،
اما اذا كنت انا ماما ولا بابا ديسبونيبل يعني عندنا الوقت نقراو ليه شي حاجه سينو نحطوا ليه غير شي حاجه واحد اللوحه رقميه اون طابليت اللي فيها باغ اكزومبل اون هيستوار ولا فيها هذا ويسمعها القران علاش لا نحط ليه القران فملي كيولف هذه الاشياء هذه ونحرص على الحراره ديال الغرفه ديالهم نعم والا كان شي فياق بالليل من دراما يعني ما ندخمش الامور نعم. ونخلي الامور انها تمشي بطريقه سلسه من الاحسن. معلومات قيمه سي عبد الهادي القاسمي ومعلومات قيمه اخرى ممكن تاخذها من عند دكتور عبد الهادي القاسمي مشاهدينا يوم الجمعه مباشره على امواج راديو دوزان. اتصلوا بنا باش تطرحوا الاسئله ديالكم على دكتور عبد الهادي القاسمي سواء في هذا الموضوع او مواضيع اخرى كتهمكم، كذلك على دكتوره امل شباش اللي غادي نتلاقاو بها غدا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج كيف الحال. الى اللقاء.